المشكل اللي وقعنا مع شركه بي ال اس هو انه مشينا البارح باش ندفعوا الدوسي ديال الفيزا ديال المدام ديالي، كان عندها الموعد وانا مشيت معها باعتبار انه هو الضامن ديالها وكندفع لها بالملف ديالي وبالشواهد ديال العمل ديالي. فاذا به فاجئونا الاخوان تما بانه الموعد تلغى، ولما استفسرنا قالوا لنا بانه حنا هما اللي لغينا الموعد ديالنا. طبعا هذه الحاله شي راه ما يمكنش. لما طلبت لقاء مع السيده المديره ديال هذه الشركه هذه رفضت انها تستقبلنا، ولاحظت بانها كترفض تستقبل الجميع. وفي انتظار انه نقنعوها باستقبالنا لاحظت بانه خمسه ديال المواطنين الاخرين حتى هما تخبروا بانه الموعد ديالهم تلغى بنفس الطريقه، ودائما مع الرفض ديال 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 التواصل ديال المديره ديال الشركه. حنا كنا باغيين نتواصلوا مع السيده المديره باش نفهموا منها اولا شنو الملابسات ديال هذا الالغاء، لانه لا يعقل على ان الانسان يقبض موعد ومن بعد يلغيه. وثانيا كنا كنحاولوا ما يمكن انه نقنعوها بان تلقى لنا شي حل، لانه لا يعقل ان مواطن 6 شهور هو كينتظر وجد واحد الملف اللي كيتكون واحد العدد ديال الوثائق ماشي بسهل انك تجمعها ومن بعد تلغى له موعد، واللي كترتب عليه من ضياع هاد الوثائق وضياع هاد الحجوزات وضياع هاد المصاريف كلها، والمسؤول على الشركه ما تحاولش يتواصل مع المواطنين وتحاول تلقى لهم شي حل وسط اللي يحد من الخسائر ديال هاد المواطنين. لما لاحظت بانه كاين بزاف ديال الناس اللي وقع لهم هذا المشكل هذا شكيت بصراحه بانه كاين تلاعب في المواعيد ديال الفيزا من طرف هذه الشركه. هذا هو اللي جعلني على نطالب بحضور ديال المفوض قضائي من اجل معاينه هذه الواقعه، نطلب من الصحافه انها تحضر باش نثيروا هذا الموضوع هذا ونشعروا نديروا واحد النوع من التحسيس، نخبروا الراي العام بهذا المشكل هذا من اجل في النهايه الوصول الى فتح واحد البحث في هذا الموضوع هذا والتاكد مما اذا كان هناك تلاعب في هذه المواعيد ديال الفيزا ام لا، وشكون اللي مسؤول على هذا التلاعب، وترتيب الاثار القانونيه والمحاسبه ديال المسؤولين.